آمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسهل لك ويسخر لك وينول لك ما في بالك ويجبر خاطرك. اللهم آمين، اللهم آمين، احنا وإياك يا رب العالمين. هتروحي يا حسين ولا إيه؟ معلش عشان خاطر أمك حبيبتك. كفاية يا حسن. بص هو على طول، احنا كده، احنا كده على طول يا حبيب. الله يهديكم. هو بصراحة أنا اتأخرت، أنا كنت عاملة حساب اللايف ده إني أنا أفتحه من الساعة مثلا 5 للساعة 7 أو 5 لـ6، يعني مش لازم ساعتين، من 5 لـ6 مثلا، بحيث إني أنا أكون كده العيال في الكتاب وأنا هادية ورايقة كده، ما بزعجش في اللايف. يعني يا حسين انت مستغل اني انا ماسكه التليفون فاتحه لايف، مش هقدر اقوم اضربك يعني. عندي استعداد دلوقتي اقفل اللايف واوريك. فين يا جماعه؟ فين حسين مشاغب؟ يا حسين، يا حسين خد اخوك وروح حط لنا العسل. يلا ما انا هوصفه لك. ماشي يا حسين براحتك. حسن ما تجريش ورا الفراخ عشان ما تنطش من على السلم. هتروح ولا لأ؟ عشان خاطري يا حسين معلش روح. يا ابني الجزمة ما رديش روحي يجيب العسل. المهم لقينا كتكوتي جدعان ميت، مش عارفة ده مات ليه، يعني والله حط لهم أكل ومية وكله يعني والأمور كلها تمام. اه تمام الصراحه كده، هما اصلا الكتاكيت ما كانوش عاجبيني يعني من امبارح بصراحه، ما كانوش عاجبيني مش عارفه ليه كده، يعني ما حسيتش ان هما كده فيهم الرونق بتاع الكتاكيت اللي هي كانت البلدي الهجين. يمكن عشان كانوا بايتين، ودي الصراحه يعني غلطتي اني انا جبت كتاكيت بايته، والمفروض الصراحه ما تجيبوش كتاكيت يا جماعه بايته، يعني لو في كتاكيت بايته في محل التوزيع بلاش تجيبيها. تمام، بس انا اضطريت طبعا لان المكان اللي انا بجيب منه ما بيجيبش على طول، وانا بصراحه برضو يعني جوزي كان معاه فلوس في الوقت ده وخفت الفلوس تتصرف وما نعرفش نجيب تاني، فقلت بقى مش مشكله هاتيهم وديهم فلاجيل وديهم اعشاب وكده. بس طبعا دلوقتي مش هقدر اقول جوزي هات اعشاب بقى، لان هو بصراحه جايب لي خزين الشهر تحت ب 700 جنيه، وهيغزني يعني هيغزني بجد لو قلت له تاني عايزه حاجه. خليهم بكره بقى ان شاء الله باذن الله، النهارده ياكلوا علف بس، وبكره باذن الله اجيب لهم كده اعشاب. طب ايه احنا الاعشاب دي؟ انا والله يا جماعه بصوا بجيب لهم كركم وبجيب لهم سمسم وحبه البركه وقرفه وممكن زعتر، تمام، وممكن تدقي كده كام فص قرنفل وتحطيهم برضو في العلف. تمام، الحاجات دي كلها على فكره حلوه. طب بتعمل ايه حنان للكتكوت؟ هي بصي دي مجموعه كده من عناصر غذائيه والفيتامينات وكمان اصلا علاجيه، علاجيه بنسبه 90 والله في المية. ازاي بقى؟ ان هي ما شاء الله ما شاء الله القرفه مضاد فيروسي، وحلوه جدا 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 جدا، بتكتر الصراحه البكتيريا والفطريات اللي بتكون في العلف، وكمان القرنفل مطهر معوي، والكركم حلو جدا برضو مطهر معه الصراحة وبيزود في الأوزان بالنسبة لي الإسهالات الصراحة. الحاجات دي كلها كده بتعالج الإسهالات. تمام، وأنا الصراحة حاسة كده إن هم يعني هم مش عندهم إسهال صريح، بس كده لما بيعملوا المؤاخذة يعني البراز بحس إن هو يعني في مية. هو في مية. المهم أنا عايزة دلوقتي، أنا نسيت الصراحة ما أقول للعيال تفتحوا النور، ولد الذين مشوا مني. انا عايزه اجيب لحسن وحسين كل واحد تليفون عشان اهو زي كده لما اكون عايزاهم ارن عليهم. مساء الهنا، مساء الخير للناس اللي دخلت جديد يا جماعة، مساء الخير، اكتبوا لي يا جماعة مساء الخير في الكومنتات. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.